كارلوس كروش المدير الفني لمنتخب مصر اختار قائمة لاعبي مصر اللي هتخوض مباراتين ليبيا في تصفيات كأس العالم. القائمة ضمت 24 لاعب قصادنا اهو. في حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي. الدفاع أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي الونش وياسر إبراهيم وأحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف. خط الوسط محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي. خط الوسط المهاجم زيزو ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي، عمر مرموش. الهجوم احمد حسن كوكا ومصطفى محمد. القائمة شهدت مفاجأة مدوية في رأيي الشخصي، وهي استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة. مفاجأة من العيار الثقيل ان محمد شريف في مباراة مصر الودية مع ليبيريا هو اللي سجل هدفين منتخب مصر. محمد مجدي أفشة نزل في أواخر الشوط الثاني وقدم عرض مش وحش. ومصطفى فتحي أنا بعتبره مع رمضان صبحي في يوم من الأيام كان رأيي إن مصطفى فتحي ورمضان صبحي هما مستقبل الكرة المصرية. مصطفى فتحي بيلعب في نادي الزمالك ساعتها وما زال دلوقتي برضه، رمضان صبحي ساعتها كان في النادي الأهلي قبل الانتقال لبيراميدز. تم استبعاد كمان أحمد ياسر ريان، مهند لاشين، سام مرسي، كريم حافظ، أحمد توفيق، علي جبر، وتم إضافة عنصرين جداد ياسر إبراهيم وأحمد فتحي الباك اليمين المخضرم. طبعا في الوهلة الأولى أنا اعتقدت أن استبعاد محمد شريف وأفشة ربما يكونوا مصابين ولا حاجة، لكن المفاجأة أن الاستبعاد تم بسبب فني. ايه هو السبب فني؟ انه كروش مش عاجبه بطء اللاعبين دول ومش عاجبه تحركاتهم، وشايف من وجهة نظره الفنية ان دول في المرحلة الحالية لا يصلحوا لتمثيل منتخب مصر. طبعا الحاجات دي بتبقى وجهات نظر، يعني انا شايف ان محمد شريف مكسر الدنيا وهداف الدوري المصري، حتى لما لعب مباراة مصر مع ليبيريا شارك في بداية المباراة واحرز هدفين. صحيح الهدفين كانوا سهلين من متابعة له لكور راحة جاية راحة جاية، وفي الاخر جات له بسهولة حط الهدفين، لكن تمركزه في المكان الصحيح وكراس حرب ربنا بيوفقه انه بيجيب اهداف، دي حاجة مش وحشة. وبعدين محمد شريف لو المدير الفني مش هيلعبه اساسي مثلا، هيلعب مصطفى محمد او هيلعب محمد صلاح ربما في مباراة ليبيا التانية مثلا. عارفين ان محمد صلاح بيلعب جناح يمين، طب مين احتياطي مصطفى محمد؟ هل احمد حسن كوكا يصلح؟ ياما جه مع المنتخب وشايفينه يعني ما قدمش حاجة مقنعة. طب مجدي أفشة مثلا انت استبعدته، عندك عبد الله السعيد مثلا هتعتمد عليه، طب مين احتياطي يا عبد الله السعيد؟ ما دي علامات استفهام. هل المدرب ده بيفهم قوي كده انه يستبعد عنصران لا يختلف عنهم اثنان زي ما بيقولوا؟ حاجة غريبة يعني، ده انا شخصيا مستغرب يعني. لكن على ارض الملعب هيبان، على ارض الملعب بقى هيبان اذا كان المدرب عنده حق ولا ما عندوش حق، هينتقد ولا مش هينتقد حسب النتائج والعروض في مباراتين مصر وليبيا المهمين جدا، مباراة هتقام في مصر ومباراة هتقام في ليبيا، ومصر طبعا 4 نقط وليبيا 6 نقط، فلازم نكسب مباراة مصر الأول هنا عشان نبقى 7 وليبيا تبقى 6، عشان ما بيصعدش من المجموعة إلا فريق واحد بس، وبعد كده نتكلم بقى. مصطفى فتحي في رأيي هو البديل المناسب لمحمد صلاح، لكن برضه وجهات نظر، ده خبير أجنبي ومدرب أجنبي لا يعرف أهلي ولا يعرف زمالك، وهو اللي بيقرر. هو لسه جاي فبيعتمد على شرايط الفيديو اللي بيوفرها له، وبيعتمد كمان على التدريب اللي حصل في معسكر المنتخب المصري، وشايف اللعيبة ربما في قياسات، في حاجات فنية، في حاجات خاصة باللياقة البدنية والسرعة والجري والحاجات اللي زي كده. لو انا اللي بحط تشكيل منتخب مصر قصاد ليبيا في مصر، الشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر اكرم توفيق، احمد حجازي الونش، احمد ابو الفتوح، خط الوسط طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، رمضان صبحي. مباراة مصر وليبيا يوم الجمعة 8 اكتوبر، وداية مباراة الذهاب، ومباراة العودة هتكون ان شاء الله يوم الاثنين. هنشوف بقى مستر كروش هيبتدي التشكيل بمين وهيعمل ايه، وربنا يوفقه مع المنتخب المصري ويوفق منتخب مصر في مهمته اللي انا شايفها صعبة مش سهلة. الفريق الليبي قوي وبيتمتع بلياقة بدنية عالية،
وفي محترفين غير كده. هو حتى الآن متصدر المجموعة 6 نقط بعد فوزين على الجابون في ليبيا، كسب 2-1 وكسب أنجولا في أنجولا 1-0، بينما منتخب مصر كسب في مصر أنجولا 1-0 وتعادل مع الجابون في الجابون 1-1. فوز المنتخب الليبي خارج ملعبه على أنجولا هو اللي صعب حسابات المجموعة. أيام الكابتن حسام البدري المنتخب العروض مش قد كده، الأداء وحش جدا، ما كانش فيه أمل إن احنا ممكن ننافس على الصعود لكأس العالم. لكن لما جابوا بقى الرجل العالمي دوت كارلوس كروش، لما نشوف ياخد فرصته، الوقت صحيح ضيق والتاريخ طبعا لا يلعب، الحاضر هو اللي بيلعب، وحسب بقى أداء اللاعبين ومجهودهم وتوفيق ربنا ليهم هنشوف إيه اللي هيحصل. لكن بصمات المدرب طبعا مش هتبان دلوقتي، عشان احكم على مدرب منتخب مش هقدر احكم عليه في فترة قليلة، ده لازم اشوفه في باقي مباريات المجموعة اللي هم الاربعة الفاضلين لينا، ماتشين ليبيا وماتش مع الجابون وماتش مع انجولا والمباراة الفاصلة مع احدى القوى الكبرى بقى، ما يبقى ماتش ذهاب وعودة مع احدى الفرق المتصدرة في المجموعات العشرة بتاعت تصفيات كاس العالم. الراجل حقق الهدف ومصر وصلت لكاس العالم زي الفل، الراجل لا قدر الله فشل يبقى لينا ساعتها كلام تاني بقى. كل التوفيق لمنتخب مصر، وفي الانتظار بقى زي ما بيقولوا على احر من النار اللقاء القادم بين مصر وليبيا، سواء كان في مصر او مباراة العودة اللي هتتلعب في ليبيا. للأسف المجموعة لا تقبل القسمة على 2، لازم فريق واحد يتصدر المجموعة، وإلا كنت هتمنى صعود مصر وليبيا، لكن بالشكل ده فريق واحد بس هو اللي هيصعد عشان يكمل المشوار.